السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب الفرقة التانية علاج طبيعي بنها، أهلا وسهلا بكم. هنتكلم مع بعض النهاردة يا شباب عن تاني حصة أو تالت حصة عندنا في شابتر الكربوهيدرات ميتابوليزم. هنكمل موضوع الجلايكوليسيس اللي كنا بدأناه المرة اللي فاتت. هو في الواقع احنا اصلا خلصنا موضوع الجلايكوليسيس المره اللي فاتت، خلص خلص تماما يا دكتور. امال حضرتك بتقول ايه؟ انا هعيد الجلايكوليسيس تاني ولكن في شكل سريع، وهقول كلمتين صغيرتين وتبقى خلصت الحصه. طبعا بنهايه الحصه هتكون خلصت المحاضره الاولى اللي انتوا كان المفروض خدتوها اول محاضره في الكليه، وهنبدا بعد كده في الثانيه ان شاء الله الدنيا هتبقى بالنسبه لنا احسن باذن الله. طيب زي ما اتفقنا احنا بدأنا الجلايكوليسيس المرة اللي فاتت، قلنا يعني ايه كلمة جلايكوليسيس؟ قلنا الديفينيشن بتاعها هي باسوي، هي البرنسيبال روت فور جلوكوز ميتابوليزم. انا بدخل الجلوكوز عشان اكسره. بتحصل يا دكتور زي ما قلنا المرة اللي فاتت، يا اما ايروبيكالي، وفهمنا كلمة ايروبيكالي يعني في وجود الاكسجين والالكترون ترانسبورت تشين. وفي هذه الحالة كان جزيء الجلوكوز الواحد بيديني كام اي تي بي؟ 8 اي تي بي. او انيروبيكالي، انيروبيكالي يعني في غياب الاكسجين والالكترون ترانسبورت تشين. وفي هذه الحالة كان جزيء الجلوكوز الواحد بيديني 2 اي تي بي. اتفقنا انها روت فور جلوكوز، بس ممكن الجلاكتوز وممكن الفركتوز برضو يدخلوا نفس الباسوي. قلنا يا دكتورنا الفاضل هي بتحصل فين؟ في السيتوبلازم اوف اول سيل اوف ذا بودي. ولكن ليها فيسيولوجيكال رول مهمه جدا. فين؟ في الخلايا اللي بتعتمد عليها اعتماد تام، الا وهي الار بي سيز واللينس والكورنيا. ليه ابسوليوت ديبندنس؟ عشان خاطر نو ميتوكوندري، مفيش ميتوكوندريا في الخلايا دي، يعني ما يعرفوش يعملوا كريبس والكترون ترانسبورت تشين، يعني ما عندهمش مصادر للطاقه ثانيه الا الجلايكوليس. رقم 2 يا دكتورنا الفاضل في المصل اثناء الماسكولار اكسرسايز، عشان خاطر المصل لما بتنقبض بيقل كميه الدم اللي واصل للعضلات، فبيقل كميه الاكسجين اللي واصل للعضلات، فهي محتاجه طاقه فهتلجا للانيروبيك جلايكوليس. طب هل عضله القلب ممكن تعمل انيروبيك؟ ولكن ليها بور سيرفايفر ريت، ما بتنجوش فيها، فعضله القلب ما بتعتمدش تماما قوي على الانيروبيك. طيب بدأنا خطوات الجلايكوليسيس يا دكتور، وخلينا نقولها تاني بالراحة وكأني بشرحها. أنا هبدأ بجزيء جلوكوز. جزيء الجلوكوز ده فيه كام كربونة؟ 6 كربونات. أول خطوة يا دكتور كان بيشتغل عليه إنزيم اسمه جلوكوكينيز، أو إنزيم آخر يسمى بالهيكسوكينيز. وطبعا كان عندنا مقارنة بين الجلوكوكينيز والهيكسوكينيز هقولها دلوقتي، ولكن خلينا نقول الإنزيم اسمه جلوكو لأنه شغال على الجلوكوز. كاينيز، اصل كلمه كاينيز تساوي يا دكتور ان هو بيضيف فوسفات، فانا النهارده بضيف فوسفات على الجلوكوز فاسمي جلوكو كاينيز. او الانزيم التاني اسمه هيكسو كاينيز، اصله شغال على اي هيكسوز؟ جلوكوز وجلاكتوز وفركتوز. احنا النهارده بنشتغل على الجلوكوز، هو بيضيف عليه يا دكتور فوسفات. يعني الانزيمين اي واحد فيهم هيعمل نفس الوظيفه. هيعمل ايه؟ هيجي على الجلوكوز عند الكربونه 6 يجيب فوسفات من اي تي بي تتحول لاي دي بي. عند هنا الجلوكوز بقى اسمه جلوكوز 6 فوسفات. الخطوه دي يا دكتور زي ما حضرتك شايف كده irreversible، يعني الانزيم بتاعها رايح مش راجع، يعني انا ما اقدرش ارجع جلوكوز 6 فوسفات لجلوكوز بنفس الانزيم. دي اول معلومه. الخطوه دي يا دكتور energy consuming، عشان بتستهلك جزيء اي تي بي بيتحول لجزيء اي دي بي. النهارده الجلوكوز 6 فوسفات ليه كونته؟ ليه الفيرست ستيب اوف جلوكوز ميتابوليزم از فوسفوريليشن؟ ليه اول خطوه بضيف عليه فوسفات؟ لان الفوسفوريليتد كومباوند، المركبات اللي عليها فوسفات، كانت باص السيل ممبرين، ما تقدرش تعدي السيل ممبرين. انا عايز احبس الجلوكوز النهارده جوه الخليه، فبحبسه في صوره حاجه اسمها جلوكوز 6 فوسفات. يجي الجلوكوز 6 فوسفات يا دكتور بينزيم اسمه ايزوميريز. الايزوميريز هيحوله للنظير بتاعه او الايزومر بتاعه اللي اسمه فركتوز. فبدل ما هو كان جلوكوز بقى فركتوز. بس النهارده بدل ما كانت الفوسفات في الكربونه السادسه بتاعت الجلوكوز بقت في الكربونه السادسه بتاعت الفركتوز. يعني يا دكتور بدل ما كان الدهايد بقى كيتون يا اولاد من سنه اولى من بايوكيمستري 1. فالجلوكوز بقى اسمه فركتوز 6 فوسفات. الفركتوز 6 فوسفات يا دكتورنا الفاضل هيشتغل عليه اهم انزيم في المنهج اللي احنا جايين نعمل الريجيوليشن بتاعه اللي اسمه البي اف كي 1. اسم الانزيم فوسفو فراكتو كاينيز 1. واحده واحده، هو شغال على الفركتوز اللي فيه فوسفات، ما هو شغال على الفركتوز اللي فيه فوسفات، فاسمه فوسفو فراكتو لانه شغال على الفركتوز اللي فيه فوسفات. كاينيز
اصله هيضيف عليه كمان فوسفات، ما احنا قلنا كلمه كاينيز تعني اضافه فوسفات، 1 اصله هيضيفها عند الكربون 1. فانا بدل ما كنت فركتوز عندي فوسفات في رقم 6 بس، بقيت يا دكتورنا الفاضل عندي فوسفات في رقم 1 ورقم 6. فبدل ما كان اسمي فركتوز 6 فوسفات، بقى اسمي فركتوز 1 و 6 بس فوسفات. 1 و 6 باي فوسفات، يعني ايه باي؟ يعني 2، في 2 فوسفات، فوسفاتها في رقم 1 وفوسفاتها في رقم 6. واتفقنا بما ان الاثنين فوسفات بعيد عن بعض فبقولها بس ما بقولش باي. يبقى النهارده يا دكتورنا الفاضل وصلت لمركب فيه 6 كربونات زي ما حضرتك شايف كده، وفي 2 فوسفات اسمه فركتوز 1 و 6. الانزيم ده كان ايرريفرسبل، يعني برضو رايح ما يرجعش، يعني استحاله ارجع المركب ده لده بنفس الانزيم. طيب الانزيم ده كان بيستهلك اي تي بي تتحول لايه؟ دي بي. الانزيم ده يا دكتور كان ابطا انزيم في التفاعل، عشان كده كنت بسميه الريت ليميتنج انزيم، الانزيم اللي بيحدد معدل التفاعل الكيميائي اللي احنا جايين النهارده نشرح ازاي بنسرعه ونبطئه. طيب وصلت لمركب فيه 6 كربونات و2 فوسفات اسمه فركتوز 1 و6 بس فوسفات. هيجي انزيم اسمه الدوليز هيقسمه قسمه العدل، هيقسمه من النص لمركبين، كل مركب ياخد كام كربونه من السته؟ 3 كربونات، وكل مركب ياخد كام فوسفاتايه من الاثنين؟ فوسفاتايه، ما انا فيها 6 كربونات و2 فوسفات، فيطلع لي مركبين ولكن الروابط اللي فيهم مختلفه، واحد فيه الدهيد والتاني فيه كيتو. شباب السنه اللي فاتت كان ابسط الدهيد اسمه جليسرالدهيد، وابسط كيتو كان اسمه داي هيدروكسي اسيتون، فانا هطلع جليسرالدهيد بس الكربونه الثالثه فيها فوسفات فاسمه جليسرالدهيد 3 فوسفات، وهطلع داي هيدروكسي اسيتون وعليه فوسفات فاسمه داي هيدروكسي اسيتون فوسفات. يبقى انا حولت طلعت 2 ايزومر لبعض، جليسرالدهيد وداي هيدروكسي اسيتون، زي بالظبط الجلوكوز والفركتوز ما كانوا ايزومر. فيا دكتورنا الفاضل انا قسمت الفركتوز 1 و6 بانزيم اسمه الدوليز لجليسرالدهيد 3 فوسفات ودهب. قال لي يا دكتور الدهب ممكن يتحول لجليسرالدهيد بانزيم اسمه ايزومريس، هيحوله للايزومر بتاعه اللي اسمه ايه؟ جليسرالدهيد. يبقى انا بدات بواحد جلوكوز وانتهيت بايه يا دكتورنا الفاضل؟ حضرتك بدات بواحد جلوكوز عدى بالاربع خطوات دول واداني في النهايه اداني في النهايه جليسرالدهيد 3 فوسفات وداي داي هيدروكسي اسيتون فوسفات، والداي هيدروكسي اسيتون فوسفات بالايزوميريز بقى جليسرالدهيد 3 فوسفات. يبقى انا انتهيت في النهايه بقى عندي كام جليسرالدهيد؟ 2 جليسرالدهيد. طيب الخطوات دي يا دكتورنا الفاضل استهلكت اي تي بي في خطوه الجلوكوكاينيز، يبقى ماينس 1 اي تي بي في خطوه الجلوكوكاينيز وماينس 1 اي تي بي في خطوه البي اف كي 1. يبقى الجلوكوكاينيز والبي اف كي 1 استهلكوا اي تي بي، ادي اي تي بي مستهلكه وادي اي تي بي مستهلكه، واضح؟ يبقى انا بدات بجلوكوز وانتهيت ب 2 جليسرالدهايد يا دكتور واستهلكت 2 اي تي بي. الى الان في مشكله؟ يبقى انا بدات بجلوكوز وانتهيت ب 2 جليسرالدهايد واستهلكت 2 اي تي بي. هبدا بالجليسرالدهايد اللي انا عندي منه 2، يعني الخطوات دي هتحصل لاول جليسرالدهايد ثم هتحصل للتاني، فالخطوات دي زي ما اتفقنا مضروبه في 2. قال لي يا دكتور بجيب الجليسرالدهايد 3 فوسفات، قال لي بيشتغل عليه انزيم اسمه جليسرالدهايد 3 فوسفات دي هيدروجينيز، دي يعني ديليت وهيدروجينيز يعني هيدروجين، يعني بيديليت منه هيدروجين، فهيشيل هيدروجين من الكربونه رقم 1 يحطها على جزيء نات بقى اسمي نات اتش. يبقى انا جزيء ثلاثي جليسرالدهايد الكربونه الثالثه فيها فوسفات، هشيل منه هيدروجين احطها على نات بقى اسمي نات اتش، وازاله هيدروجين يا سيدي الفاضل تعني اوكسيديشن، ما هو الاكسده هي اضافه اكسجين او ازاله هيدروجين، فانت النهارده شلت هيدروجين مني يعني عملت لي اوكسيديشن. طيب مكان الهيدروجين دي هتحط ايه؟ قال لي هحط فوسفات جابها من البيئه، واضافه فوسفات تعني فوسفوريليشن. يبقى انا النهارده يا دكتورنا العزيز حولت الجليسرالدهايد 3 فوسفات، شلت منه هيدروجين وحطيت مكانها فوسفات، فبقى مركب فيه 2 فوسفات، واحده في الكربونه 1 وفوسفاتها القديمه اللي في الكربونه 3. ما هو انا كان فيه فوسفات في رقم 3، انا هضيف فوسفات في رقم 1،
بقى عندي فوسفات في واحد وايه؟ وثلاثة. فبقسمه واحد وثلاثة بسفسفوجليسريت. قلنا واحد وثلاثة جليسريت، كربونة واحد فيها فوسفات والكربونة ثلاثة فيها فوسفات، فاسمها باي فوسفو. الصح تقول بس، طالما الكربونتين بعاد عن بعض اللي فيهم فوسفات فاسمها بس. يبقى انا بقيت واحد وثلاثة بسفسفوجليسرين. يبقى الخطوة دي يا دكتورنا الفاضل بيعملها انزيم اسمه جليسرالدهايد 3 فوسفات ديهيدروجينيز. الانزيم ده يا دكتورنا بيطلع ناد اتش، بما اني عندي 2 جليسرالدهايد يبقى عندي 2 ناد اتش. طيب قال لي بيعمل اوكسيديشن وايه؟ وفوسفوريليشن. باجي للانزيم اللي بعده، المركب ده فيه 2 فوسفات، بقوم واخد الفوسفات الاولى عشان هي فيها طاقة، اخدها يا دكتور احطها على جزيء اي دي بي فحوله الاي تي بي. تاني هاخد الفوسفات اللي في رقم كام؟ واحد، احطها على جزيء اي دي بي احوله لايه؟ لاي تي بي. فبدل ما اسمي واحد وثلاثه بقى اسمي ثلاثه فوسفوجليسرين، يعني فوسفوجليسريت الكربون ثلاثه بس اللي فيها فوسفات. دكتور حضرتك عملت ايه؟ حضرتك هنا شلت الفوسفات حطيتها على جزيء اي دي بي طلعت منه اي تي بي. تكوين اي تي بي دائما وابدا بيتم في سلسله نقل سلسله نقل الالكترون، الا لو تم من سبستريت. انا هنا مكون اي تي بي من سبستريت مش مطلعه من ناد اتش. فاسم الخطوه دي اسمها كده يا دكتور سبستريت، عشان انا شغال على سبستريت ليفل فوسفوريليشن. ما هو تكوين الاي تي بي هي فوسفوريليشن ولكنه من سبستريت، يبقى انا خدت الطاقه اللي هنا مع الفوسفات خدتهم حطيتهم يا دكتور على اي تي بي بقى اسمه اي تي بي، وبدل ما اسمي واحد وثلاثه بقى اسمي ثلاثه فوسفو جليسريت. الثلاثه فوسفو جليسريت انقل الفوسفات من ثلاثه لاثنين بقى اسمه اثنين فوسفو جليسريت بانزيم يسمى ميوتيز. ثم يجي يا دكتورنا الفاضل الميوتيز دوت نقل الفوسفات من رقم 3 لرقم 2 فبقى اسمي 2 فوسفو جليسري. طبعا المركب احنا مش رسمينه كامل، المركب يا دكتور في اتش 2 اتش، طبعا انت مش عليك رسم ولكن انا هرسمه لسبب ما. قال لي يجي انزيم اسمه انوليز، الانوليز يسحب من ده اتش ويسحب من ده اتش، يبقى يسحب من ده اتش ويسحب من ده اتش، فيوم يوصل الكربونتين ببعض. اي اتنين كربون بيرتبطوا ببعض الرابطه اسمها اينول. يعني انا عايز اقول لك يا دكتور ان الجليسريت لما تسحب منه ميه بقى اسمه اينول بايروفيت، الجليسريت لما تسحب منه ميه بقى اسمه اينول بايروفيت. انا يا دكتور جليسريت الانزيم اللي اسمه اينوليز هيشيل مني ميه فبقى اسمي اينول بايروفيت. بس ما تنساش ان انا كنت 2 فوسفوجليسريت، يبقى المركب اللي هيطلع اسمه 2 فوسفو اينول بايروفيت. يجي انزيم اسمه بايروفيت كاينيز، الانزيم ده يا دكتور الريفرسابل ماشي في اتجاه واحد، يشيل الفوسفات اللي في رقم 2 يحطها على اي دي بي فالاي دي بي بقى اسمها اي تي بي، يشيل الفوسفات اللي في رقم 2 يحطها على اي دي بي فالاي دي بي بقى اسمها اي تي بي، والمركب النهائي اينو بايروفيت او يتحول لبايروفيت. فبدل ما انا كان اسمي فوسفو بايروفيت بقيت بايروفيت عادي، اصلا شلت الفوسفات حطيتها على اي دي بي كونت اي تي بي. دكتور انت كونت ايه؟ اي تي بي من سبستريت. كونت ايه؟ اي تي بي من سبستريت. فاسمي يا دكتور سبستريت ليفل فوسفوريليشن. يبقى خطوه البايروفيت كاينيز دي الخطوه الثانيه اللي اسمها سبستريت ليفل فوسفوريليشن. يبقى في اي تي بي بتطلع هنا وفي اي تي بي بتطلع هنا، مكان طلوع الاي تي بي اسمه سبستريت ليفل فوسفوريليشن. يبقى النهايه عندي اسمها ايه يا دكتور؟ بايروفيت. يبقى الجليسرالدهايد الواحد اتحول يا دكتورنا في النهايه لايه؟ لبايروفيت. يبقى انا عايز اقول لك ان الجليسرالدهايد 3 فوسفات الواحد هيعدي بالخطوات بتاعته وينتهي في النهايه يا دكتورنا العزيز بانه يديني بايروفيت. الجليسرالدهايد يا دكتورنا بينتهي بانه يديني بايروفيت. لحد هنا في مشكله؟ طيب اثناء الطريق هيكون ناد اتش، يبقى الجليسرالدهايد بيطلع ناد اتش وهيكون اي تي بي وكمان اي تي بي، يعني هيكون 2 اي تي بي. اثناء الطريق الجليسرالدهايد هيطلع ناد اتش وهيكون 2 اي تي بي. يبقى بما اني عندي 2 جليسرالدهايد يبقى عندي في النهايه، في النهايه كده يا دكتورنا الفاضل المحصله 2 ناد اتش و4 اي تي بي. يبقى انا بدات بجلوكوز، الجلوكوز هيتحول ل2 جليسرالدهايد
كل جليسرال دايت هيديني البيروفيت، يبقى النهارده الجلوكوز انتهى ب2 بيروفيت، ومحصله 2 ناديتش، وكام اي تي بي؟ انتجت ايه؟ 4. بس انت كنت مستهلك كام؟ 2. يبقى انا عايز اقول لك ان الجلوكوز الواحد بيديني 2 بايروفيت و2 ناد اتش ومحصله 2 اي تي بي، انتاج 4 استهلاك 2. يبقى النهارده الجلوكوز الواحد بيديني 2 بايروفيت و2 ناد اتش ومحصله 2 اي تي بي. الحاله دي يا دكتور في وجود الاكسجين. اصل في وجود الاكسجين، في وجود الاكسجين الناد اتش ده هيدخل الكترون ترانسبورت تشين، سلسله نقل الالكترون. الناد الواحده بتديني 3 اي تي بي، بما عندي 2 ناد اتش يبقى في النهايه 2 في 3 بكام؟ ب6 اي تي بي. يبقى في وجود الاكسجين يا دكتور بقى ايروبيكالي، في وجود الاكسجين الجلوكوز الواحد هيديني 2 اهم، ومعايا 6 هيديني 8 اي تي بي. يبقى في وجود الاكسجين الجلوكوز الواحد النهارده يا دكتور هيديني 2 دايركت اهم و6 من الناد اتش، يبقى يا دكتور اداني ايه؟ 8 اي تي بي. اصل الناد اتش، الناد اتش افهم معايا، محتاج ارجعها ناد تاني، محتاج ارجعها ايه؟ ناد، عشان ارجع استخدمها هنا. فالناد اتش بتدخل سلسله نقل الالكترون، بشيل منها الهيدروجين واطلع 3 اي تي بي وترجع مره تانيه ناد. يبقى الناد اتش بيحصل لها ريجينريشن في سلسله نقل الالكترون، انا محتاج ارجعها ناد عشان يا دكتور نستخدمها هنا، ما هو الخطوه دي ما بتتمش من غير الناد. فالناد اتش دي بتدخل الالكترون ترانسبورت تشين وتطلع لي ناد وتطلع 3 اي تي بي، بما اني عندي 2 ناد اتش، 2 في 3 ب 6، 6 اي تي بي. طب يا دكتور بالاحمر كده في حاله عدم وجود الاكسجين ايه اللي هيحصل؟ الناد اتش دي مش هينفع تدخل الاي تي سي. طب انا عايز اخلص من الهيدروجين اللي فيها، هدي الهيدروجين اللي فيها للبيروفيت، فالبيروفيت يتحول لاكتيت. تاني، في حاله عدم وجود الاكسجين البيروفيت هتاخد الهيدروجين اللي في الناد اتش، الناد اتش هتدي الهيدروجين بتاعتها للبيروفيت، فالبيروفيت يتحول للاكتيت. بما اني عندي 2 بيروفيت يبقى في النهايه هيطلع لي 2 لاكتيت. طب والاثنين ناد اتش خلاص ادوا الهيدروجين بتاعه. طب انا عملت كده ليه؟ انا ما بحبش اللاكتيت، امال عملت كده ليه؟ عشان الناد اتش ترجع ناد. دكتور الناد اتش بتدخل سلسله نقل الالكترون وترجع ناد وتديني اي تي بي، او لو مفيش اكسجين الناد اتش تتحول تدي الهيدروجين بتاعها للبيروفيت فيتحول لاكتيت وترجع مره ثانيه ناد. طب انا ليه عايز ارجعها ناد؟ عشان الخطوه دي لن تتم الا بتوفر الناد، عشان لو احرق جلوكوز جديد محتاج الناد. يبقى في حاله عدم وجود الاكسجين ايه اللي هيحصل؟ الجلوكوز هيطلع 2 اي تي بي ويتحول ل 2 بايروفيت و2 ناد اتش مع بعض بقى اسمهم 2 لاكتيت. يبقى في حاله عدم وجود الاكسجين الجلوكوز الواحد هيديني 2 اي تي بي بس، لان الناد فقط. يبقى في وجود الاكسجين انا بطلع 2 و6 8، في حالة عدم وجود الأكسجين أنا بطلع 2 بس ولاكتين. طب هو ليه يا دكتورنا الفاضل؟ سؤال كان زمان بيجي، ليه البيروفيت بنزيم اسمه لاكتيت ديهيدروجينيز بتتحول للاكتيت؟ ليس الهدف إنتاج اللاكتيت، ولكن الهدف إن الناد اتش ترجع ناد، فور ريجينيريشن أوف ناد، عشان الناد اتش ترجع مرة ثانية ناد، عشان استخدمها مرة ثانية. يبقى لو جيت أقارن بالإيروبيك والأنيروبيك، مبدئيا الايروبيك بيبدا بجلوكوز وينتهي ب2 بايروفيت و6 اي تي بي. الانيروبيك بيبدا بجلوكوز وينتهي ب2 لاكتيت و2 اي تي بي. طيب الايروبيك بيحصل في كل الخلايا اللي فيها ميتوكوندريا، يعني ما عدا الار بي سيز واللينس والكورنيا والكونتراكتد ماسل. الانيروبيك بيحصل في الار بي سيز والكورنيا والار بي سيز والكورنيا والكونتراكتد ماسل. طيب الايروبيك الناد اتش بتدخل الكترون ترانسبورت تشين. طب الانيروبيك الناد اتش بستخدمها في بناء الايه؟ في بناء اللاكتيت. يبقى هي دي الباسوي بتاعت الجليكوليس. لو جيت تبص هما 9 خطوات، في 3 منهم الريفرسبل، خطوه الجلوكو والهيكسوكاينيز، خطوه البي اف كي 1، خطوه البايروفيت كاينيز. الثلاثه دول رايحين مش راجعين. طب باقي الخطوات ممكن نفس الانزيم يشتغل العكس، فاسمهم ايه يا دكتور؟ ريفرسبل. في خطوتين اسمهم سابستريت ليفل فوسفوريشن، الفوسفوجليسيت كاينيز والبايروفيت كاينيز. في خطوه واحده بتطلع ناد اتش جليسرال بهايد 3 فوسفيت.
طب مين بيستهلكوا طاقة؟ جلوكو هيكسو والبي اف كي 1. دكتور ايه الفرق بين الجلوكو كاينيز والهيكسو كاينيز؟ قلته الحصة اللي فاتت. الجلوكو كاينيز ده شغال على الجلوكوز بس، فمحتاج جلوكوز كتير ومحتاج انسولين موجود في الليفر. انما الهيكسو كاينيز شغال على اي هيكسوس، اي سكر سداسي، فبالتبعية يا دكتور كمية سكر صغيرة بتشغله. طيب موجود في الاكسترا هيباتيكا تيشو، مين فيهم هاي افينيتي بيحب الشغل؟ الهيكسو كاينيز. ومين فيهم لو افينيتي؟ كان الجلوكو كاينيز. مين فيهم بيحصل له انهيبيشن؟ كان الهيكسو كاينيز. ومين فيهم دائما وابدا استيميوليشن بالانسولين؟ كان الجلوكو كاينيز. اخر حاجه عشان تقفل الجلايكوليسز، موضوع اسمه ريجوليشن اوف جلايكوليس. يعني ايه بقى ريجوليشن؟ ايه يا دكتورنا الفاضل اللي بيزود الجلايكوليسز وايه اللي بيقلل الجلايكوليس؟ هقول لك يا دكتور قاعده ولازم تكون عارفها، اي بصوي بناخدها حضرتك بتقولي ديفينيشن وسايت وستبس وامبورتنس وريجوليشن. موضوع الريجوليشن بيتم ازاي؟ انا لما باجي اعمل ريجوليشن بعمل الريفرسابل انزيم. ليه؟ عشان الانزيم ده رايح مش راجع، يعني لما نشط ده هيحول الجلوكوز لجلوكوز 6 فوسفات لا يمكن يرجع، انما لو نشطت ده هيحول الجلوكوز 6 فوسفات وممكن يرجع، الانزيم ماشي في الاتجاهين فانا ما اقدرش اتحكم فيه. فالريجوليشن بيتم على مين؟ على الريفرسابل انزيم، وعلى ابطا واحد فيهم اللي اسمه ريت ليميتنج انزيم. يبقى مين هو الريفرسابل انزيم اللي بيتاثروا بالريجوليشن؟ جلوكوكاينيز، بي اف كي 1، بايروفيت كاينيز. فالثلاثه دول اسمهم كي انزيم، كي انزيم، الانزيمات المؤثره، ولكن اهم واحد فيهم هو الريت ليميتنج انزايم. اصل ده ابطا واحد، ابطا واحد طالع فينا هو اللي بيحدد سرعتنا. احنا ماشيين سبع عربيات، لو واحده وقفت في النص هتوقف اللي وراها، طب لو مشيت اللي وراها هيمشي. فابطا واحد هو مين؟ البي اف كي 1. فانا هعمل له ريجوليشن ازاي؟ دكتور عايزك بقى تبدا تفكر بالعقل والمنطق وبالفطره وبالبديهه. قال لي الريجوليشن بتاعه باي انرجي، باي فيدنج، باي هرمون. وهسالك وانت هتجاوب. لو انا النهارده عندي هاي اي تي بي هعمل ايه في الجلايكوليسز؟ هو الجلايكوليسز الهدف منها انتاج طاقه. طب لو انت عندك طاقه، انت عندك طاقه هتوقف الجلايكوليسز. تاني، الجلايكوليسز الهدف منها انتاج الاي تي بي. انت النهارده فاتح مصنع عشان تطلع نواتج، طب لو النواتج متراكمه هتوقف المصنع. يبقى الهاي اي تي بي بيوقف الجلايكوليسز، لاني لو عندي هاي اي تي بي يبقى انا مش محتاج طاقه، مش هحرق الجلوكوز. طب يا دكتور لو اي تي بي اللي هو يعني في اي ام بي، ما هو الاي تي بي بيتكسر الام بي، لو مفيش طاقه هزود مين؟ الجلايكوليس. يبقى النهارده هاي اي تي بي بيوقف البي اف كي 1 ولو اي تي بي بيشغل البي اف كي 1. طيب رقم 2 فيدنج. انا هسيبك لضميرك، لو انت فيدنج واكل جلوكوز، معنى انك واكل جلوكوز يعني في جلوكوز كتير، يعني عايز تحرقه، فالفيدنج بيزود الجلايكوليس، وبالتبعيه هتمنع بناء جلوكوز، ما انت عندك جلوكوز كتير، يبقى هيوقف الجلوكونيوجينيس. تاني، لو انا واكل يعني عندي جلوكوز كتير فهزود الجلايكوليس، عايز احرق الجلوكوز الزياده ده واقلل الجلوكونيوجينيس، انا مش عايز ابني جديد. طب لو انا ستارفيشن، صايم، انا صايم يا دكتور ما عنديش جلوكوز، يبقى عايز ازود بناء الجلوكوز عشان المخ جلوكونيوجينيس، واقلل تكسير الجلوكوز في الخلايا اللي ملهاش لازمه. يبقى الصيام بيقلل الجلايكوليس، بعتمد على مصادر اخرى وببني جلوكوز للمخ. يبقى تاني، لو في طاقه بوقف الجلايكوليس، ما فيش طاقه بشغل الجلايكوليس. لو انا واكل في جلوكوز زياده بحرقه وامنع بناء جلوكوز عشان ما ادخلش في مرض السكر. طب لو انا صايم ببدا ابني جلوكوز عشان اعوض، وفي نفس الوقت يا دكتور بقلل ايه؟ بقلل الجلايكوليس. دكتور الجلوكوز لازم يبقى نسبته ثابته، فلو انت واكل احرق الزياده، لو انت صايم وقف الحرق وابني. طب الهرمونات، عيب والله، لو انت عندك انسولين، الانسولين بيزود حرق الجلوكوز، الانسولين اصلا بيطلع بعد الاكل، الانسولين اصلا بيطلع وانت عندك جلوكوز كتير، يبقى هيزود الجلايكوليس. طب لو انت عندك جلوكاجون، الجلوكاجون يا دكتور ده هرمون بيطلع من البنكرياس وانت صايم عكس الانسولين، فبيطلع وانت صايم عشان تمنع حرق الجلوكوز.
يبقى الانسولين بيزود الجليكوليسيس، الجلوكاجون بيقلل الجليكوليس. يبقى لو ايه اللي بيزودها؟ اللي بيزودها يا دكتور لو انا ما عنديش طاقه، لو انا يا دكتورنا الفاضل واكل وفي سكر كتير عايز احرقه، لو انا يا دكتورنا واكل وعندي انسولين. طب ومين اللي بيوقفها؟ اللي بيوقفها لو انا عندي طاقه كتير فمش محتاج، لو انا صايم فمش عايز اقل اخلص الجلوكوز اللي عندي، ولو انا صايم وعندي جلوكاجون ده اللي بيوقف العمليه. طيب دكتورنا سؤال الريجوليشن مهم من الام سي كيو، في مستطيل كده ازرق انا كاتبه لك في المذكره من السنه اللي فاتت وانا سايبه من السنه اللي فاتت، عشان لما تفتح بي دي في الكليه مش هتلاقي، فتقول ده الدكتور مذكرته قديمه، لا انا بقول لك ده انا سايبه من السنه اللي فاتت. تمام؟ ليه؟ عشان ممكن احتاجه في العمل. دكتور الانوليز ده انزيم في الجلايكوليس، لما باجي اسحب الدم عشان اقيس السكر فيه تعمل تحليل سكر، بسحبه في انبوبه فيها يا دكتور من الفاضل ماده اسمها فلورايد. اشمعنى؟ الفلورايد ده بيوقف الانوليز فيوقف الجلايكوليسيس فحافظ على الجلوكوز في عينه الدم. تاني لما باجي اسحب دم عشان اقيس السكر فيه، انا عايز السكر يفضل في الدم، عشان اقيسه عايزه يفضل في الدم، مش عايز اسيبه هو في الدم يتحرق. فانا ساحب من عينه بحطها في انبوبه فيها فلورايد، الفلورايد ده بيحرق المغنيسيوم او بيسحب المغنيسيوم. المغنيسيوم ده مهم للانوليز، يبقى وقف الانوليز، يبقى الفلورايد بينهبت الانوليز فيوقف الجلايكوليسيس، فبستخدمه عشان اقيس الايه الجلوكوز. انا شرحت الجلايكوليسيس وعدتها تفصيلا كده مرتين جلايكوليسيس، خد نفسك دي وتعالى نكمل الجزء الاخير. هناخد مع بعض بقى يا شباب اربع عناوين صغيره عشان ننهي المذكره الاولى. اول عنوان عندي اسمه كوري سايكل. يعني ايه كلمة كوري سايكل يا دكتور؟ كلمة سايكل عشان احنا الحصة الجاية ان شاء الله هناخد كريبس سايكل، معناها ان دي بسوي بتنتهي حيث بدأت. يعني انا هبدأ بمركب هلف وارجع لنفس المركب تاني، يبقى انا اسمي سايكل. طيب ايه قصة الكوري سايكل؟ احنا اتفقنا مع بعض ان المصل بتتنفس اثناء الكونتراكشن انيروبيكالي، فالجلايكوليسيس الانيروبيكالي اللي بتحصل في المصل بتنتهي بحاجه اسمها لاكتيك اسيد. قال لك يا دكتور اللاكتيك اسيد لو حصل لها اكيوميليشن في المصل بيحصل المصل دي حاجه اسمها كرام وفاتيك. يقول لك انا جالي كرامبات، يعني جالي يا دكتورنا الفاضل شد عضلي، جالي وجع، جالي الم في العضلات، تلاقي لعيبه الكره في اخر الماتش بتقع ورجليها شد عليها. ايه اللي حصل؟ اللي حصل النهارده يا دكتور ان العضلات تنفست لا هواء، دي المصل، وتراكم فيها اللاكتيك اسيد. هذا اللاكتيك اسيد عندما يتراكم يعمل اسيدوزيس في العضلات ويعمل لك بين. طيب اذا ما الحل؟ تقوم العضلات دي ترمي اللاكتيك اسيد في البلد. لو افترضنا ان ده كده البلد، تقوم العضلات دي ترمي اللاكتيك اسيد في البلد، ومن البلد يحصل له ابتيك في الليفر، يبقى اللاكتيك اسيد ده هيحصل له ابتيك باي ليفر. طيب هو ايه اللاكتيك اسيد من شويه لسه قايلين؟ كنا قلنا ان البيروفيت لما يحصل له ريدكشن ياخد هيدروجين هيتحول للاكتيك اسيد. يبقى انا لو جيت على اللاكتيك اسيد ده وشلت منه الهيدروجين مره ثانيه، حطيتها على جزيء ناد، رجعته لناد اتش مره ثانيه، هيتحول لحاجه اسمها بيروفيت. ما احنا من شويه يا دكتور قلنا ان البيروفيت بينزيم اسمه لاكتيت دي هيدروجينيز، كان انزيم ريفرسابل، كنت بحط على البيروفيت هيدروجين يتحول للاكتيك اسيد. يبقى نفس الكلام لو شلت من اللاكتيك هيدروجين هيرجع مره ثانيه بيروفيت. ده البيروفيت حطيت عليه هيدروجين بقى اسمه لاكتيك اسيد. طب لو شلت من اللاكتيك اسيد هيدروجين هيرجع بيروفيت. البيروفيت ده في درس هناخده الاسبوع الجاي، اسم الدرس يا دكتور جلوكو نيو جينيسيس. يعني ايه جلوكو؟ يعني جلوكوز. يعني نيو؟ يعني جديد. يعني جينيسيس؟ يعني بناء جلوكوز جديد. البيروفيت يدخل جلوكو نيو جينيسيس ليبني جلوكوز. يبقى البيروفيت انا بستغله عشان يا دكتورنا الفاضل اعمل جلوكو نيو جينيسيس، ليعود هذا الجلوكوز للمصل مره اخرى ليتم استخدامه. يبقى انا بدات بجلوكوز، الجلوكوز دخل انيروبيك جلايكوليسيس فطلع لي حاجه اسمها لاكتيك اسيد، هذا اللاكتيت خرج للدم. لو تراكم اللاكتيت في الدم هيعمل لي مرض اسمه لاكتيك اسيدوزيس. يعني ايه لاكتيك اسيدوزيس؟ هو زياده اللاكتيك اسيد في البلازما. فعشان اللاكتيك اسيد يا دكتور لا يتراكم في الدم بيتم اخده بواسطه الليفر عشان يا دكتور اعمل له اوكسيديشن، اشيل منه هيدروجين، اشيل من اللاكتيك اسيد هيدروجين، اصبح اسمه بايروفيت. هذا البايروفيت يدخل في الجلوكونيوجينيسيس ليبني جلوكوز يعود مره اخرى للمصل.
هذه السايكل تسمى كوري سايكل. يبقى يعني ايه كوري سايكل يا دكتور؟ قال لي الكوري سايكل هي السايكل اللي بيها بيتم ريجينيريشن، اعادة تكوين جلوكوز فروم لاكتيك اسيد. يبقى انا بصنع جلوكوز من اللاكتيك اسيد اللي طلع في الانيروبيك جلايكوليس. يبقى النهارده لو انت عندك العضلات او الار بي سيز تنفست انيروبيك، الانيروبيك جلايكوليسيز ينتج عنه لاكتيك اسيد، يعود اللاكتيك اسيد للليفر ليبني منه جلوكوز مره اخرى. فبقول لك يا دكتور الانيروبيك جلايكوليسيز في المصل بروديوس لاكتيك اسيد، اكيوميليشن لللاكتيك اسيد في المصل بيعمل كرامب وفتيج. يبقى اللاكتيك اسيد ديفيوز تو ذا بلاد ومن البلاد تو ذا ليفر. في الليفر اعمل ايه يا دكتور؟ اعمل له اوكسيديشن، اشيل منه هيدروجين، يعني هيتحول لبيروفيت، بيروفيت انتر جلوكونيوجينيسيس عشان ابني جلوكوز. يبقى تاني يا شباب احنا اتفقنا ان الجلوكوز بيدخل انيروبيك جلايكوليسيز يطلع لاكتيك اسيد، اللاكتيك اسيد بيأكيوميليت في المصل يعمل كرامب وفاتيج، اللاكتيك اسيد ديفيوز تو ذا بلاد، في البلاد بعد كده ابتيكن باي ليفر اوكسيدايزد تو بيروفيت، البيروفيت يدخل جلوكونيوجينيسيز يطلع جلوكوز يرجع الدم. لما نشرح الجلوكونيوجينيسيز هقول لك تصنيع جلوكوز كتير جديد من مصادر من ضمنها اللاكتيك اسيد. من اهميه الجلوكونيوجينيسيس انها بتاخد اللاكتيك اسيد من الدم واصنع منه جلوكوز، بدل ما اسيبه في الدم دار بحوله لجلوكوز. اصل يا دكتور لو تراكم في الدم بيعمل حاجه اسمها ايه؟ لاكتيك اسيدوس. يبقى ما هو اللاكتيك اسيدوزيس؟ اللاكتيك اسيدوزيس يا دكتورنا الفاضل هو اكيوميليشن لللاكتيك اسيد في البلازما، تراكم اللاكتيك اسيد في الدم. انت عارف ان الدم البي اتش بتاعته 7.35 7.45، لو اللاكتيك اسيد تراكم البي اتش هتقل. اللاكتيك اسيد ما بيتراكمش طالما السيركيوليشن شغاله عشان انا باخده واديه للليفر. طيب لو واحد بقى عنده مايوكارديال انفاركشن، عضله القلب مش شغاله كويس فالدم ما بيتضخش كويس عشان يوصل للليفر، او عنده بالمونري امبوليزم. يعني بالمونري امبوليزم يعني يا دكتورنا الفاضل جلطات طالعه من الرئه هتروح للقلب هتبدا تتضخ فكميه الدم مش واصله. يعني انت بتقول لي ان في مشكله في السيركيوليشن، السيركيوليشن نفسها مش سليمه. او واحد يا دكتور عنده تشوك، عنده صدمه اللي هو الدم عنده uncontrolled hemorrhage، النزيف نفسه كتير فبيفقد دم. انا عندي اي خلل في السيركيوليشن بيخلي الدم ما يوصلش للليفر، فبالتبعيه اللاكتيك اسيد هيتراكم ويعمل اسيدوز. او يا دكتور نقص حاجه اسمها فيتامين بي 1، اصل فيتامين بي 1 مهم عشان استهلك عشان امنع تكوين اللاكتيك اسيد. ازاي؟ هتفهم بعد كده. يبقى يا دكتورنا اللاكتيك اسيدوزيس ده مرض قصته ايه؟ اكيوميليشن لللاكتيك اسيد في البلد او في البلازما فيقلل البي اتش. لو حصل اي خلل في السيركيوليشن او سيركيولاتوري مال فانكشن زي ايه؟ زي دكتورنا مايوكارديال انفاركشن، بالمونري امبوليز، تشوك، ان كنترولد هيموريدج، او ديفيشنسي اوف فيتامين بي 1. يبقى احنا كده شرحنا الكوري سايكل، اللاكتيك اسيدوزيس، دكتورنا العزيز عمليه الجلايكوليسيس كانت بتنتهي بحاجه اسمها بايروفيت. ما هو الفيت اوف بايروفيت؟ سؤال جميل جدا، ما هو الفيت اوف بايروفيت؟ دكتور احنا عارفين مصير من الاربع مصائر التي سيسلكها البايروفيت، ان البايروفيت بايلاكتيت دي هيدروجينيز هيتحول لحاجه اسمها لاكتيت، ودي احنا لسه قايلينها من شويه صح. يبقى البايروفيت ممكن ياخد هيدروجين من ناد اتش، الناد اتش هتتحول لناد، في هذه الحالة البيروفيت هيتحول للاكتيك اسيد. دكتور هو انت هنا عملت ايه في البيروفيت؟ ضفت عليه هيدروجين، واضافة هيدروجين تعني ريدكشن، اختزال. يبقى البيروفيت ممكن يحصل له ريدكشن بينزيم اسمه لاكتيت دي هيدروجينيز، وفي هذه الحالة يتحول الى لاكتيك اسيد، ودي في الانيروبيك. يبقى البيروفيت ممكن ياخد هيدروجين ويتحول ليه يا دكتورنا؟ لاكتيك اسيد. او هذا البيروفيت ممكن يحصل له ايه يا دكتور؟ احط عليه امين جروب NH3 فيتحول لحاجه اسمها، يتحول لحاجه اسمها الانين، حمض امين اسمه الانين. يبقى انت النهارده ضفت عليه امين جروب. شباب رسمه البيروفيت مش عليك، ولكن رسمه البيروفيت CH
سي اتش او سي اتش 3. طيب لو انا يا دكتورنا العزيز شلت السي او دبل بوند او دي اللي في البيروفيت وحطيت مكانها ان اتش 2 اتش، اصبح حمض اميني خدناه السنه اللي فاتت اسمه الانين. يبقى لو انا عملت عمليه اسمها ترانس امينيشن، يعني ايه ترانس امينيشن؟ ترانزفير لامينو جروب على البيروفيت اصبح اسمه الانين. الانزيم اللي بيعمل كده اسمه الانين ترانس امينيز. الالانين لو شلت منها امينو بقت بايروفيت، البايروفيت لو حطيت عليها امينو بقت الانين. يبقى النهارده البايروفيت لو خدها هيدروجين بقى لاكتين، دي ريدكشن. طب لو خد امينو بقى اسمه الانين. طيب المصير اللي بعد كده يا دكتور بقى المصائر الجايه مهمه جدا. قال لك البايروفيت ممكن يشتغل عليه انزيم اسمه بايروفيت كاربوكسيليز، وهذا الانزيم زي ما انت شايف كده ريفرسابل. دول كانوا ريفرسابل يا دكتور. يشتغل على انزيم اسمه ايه؟ بايروفيت كاربوكسيليز. اسمه ايه؟ بايروفيت كاربوكسيليز. يعني هيضيف عليه سي او 2. لو ضفت على البايروفيت اللي فيه ثلاث كربونات سي او 2 اصبح يا دكتور مركب فيه اربع كربونات اسمه اوكزالو اسيتيت. البايروفيت فيه ثلاث كربونات، هضيف عليه سي او 2 بقى اسمه اوكزالو اسيتيت. الاوكزالو اسيتيت فيه اربع كربونات. العمليه دي اسمها يا دكتور كاربوكسيليشن. يبقى ممكن اعمل له كاربوكسيليشن، وهذا هو المصير الثالث بانزيم اسمه بايروفيت كاربوكسيليش. الانزيم ده ريفرسابل، الانزيم ده موجود في الميتوكوندريا عشان اتحول لاوكزالو اسيتيت. ما هي فائده الاوكزالو اسيتيت؟ هذا الاوكزالو اسيتيت يا دكتور مهم عشان الحصه الجايه للستريك اسيد سايكل اللي هو كريبس سايكل، ومهم يا دكتورنا عشان الحصه اللي بعدها لدرس اسمه جلوكو نيوجينيسيس. يبقى ان شاء الله في الجلوكو نيوجينيسيس او في الكريبس سايكل هقول لك ان البيروفيت بيدخل الميتوكوندريا بانزيم اسمه بيروفيت كاربوكسيليز هيتحول لاوكزالو اسيتيت. هذا الاوكزالو اسيتيت بستخدمه برايمر للكريبس وبستخدمه في الجلوكونيوجينيس. يبقى النهارده البيروفيت لو خد امينو بقى اسمه الانين، لو خد هيدروجين بقى اسمه لاكتيت، لو حصل له كاربوكسيليشن يعني خد سي او 2 بقى اسمه اوكزالو اسيتيت. المصير الاخير واللي هنتكلم عنه دلوقتي يحصل له يا دكتورنا بانزيم اسمه بيروفيت دي هيدروجينيز. دي هيدروجينيز، دي هيدروجينيز يعني هتشيل منه هيدروجين، يبقى عملت عمليه اسمها اوكسيديشن. طيب الانزيم ده هنشرحه بعد شويه، اقول لك بيشيل هيدروجين ويشيل كربوكسيل. ازاله هيدروجين اسمها اوكسيديشن، وازاله سي او 2 اسمها دي كربوكسيليشن. يبقى العمليه اسمين اوكسيديتيف دي كربوكسيليشن. ارسم هنا كده بالراحه. بص يا شباب ده البيروفين سي او اتش سي دبل بوند او سي اتش 3، هو نفس الرسمه البيروفيت. البيروفيت ده يا دكتور بيجي انزيم اسمه بيروفيت دي هيدروجينيز. هذا الانزيم هيشيل منه هيدروجين يحطها على جزيء ناد بقى اسمها ناد اتش. يبقى هيشيل منه هيدروجين يحطها على جزيء ناد بقى اسمها ناد اتش، وهيشيل منه سي او 2 تخرج في صوره سي او 2. يبقى الانزيم ده عمل عمليتين، عمليه يا دكتورنا الفاضل اسمها اوكسيديتيف اللي هو اوكسيديشن يعني عشان شال هيدروجين، دي كاربوكسيليشن لانه ديليت ليه كاربوكسيل. يبقى انا هشيل هيدروجين واشيل سي او 2. لما اعمل كده يا دكتور ايه اللي هيحصل؟ هيتبقى لي من المركب السي دبل بوند او والسي اتش 3، صح كده؟ ما هو انا شلت الجزء اللي فوق فيتبقى السي دبل بوند او والسي اتش 3. بروح جاي حاطط فيهم حاجه اسمها كوينزايم ايه؟ مساعد انزيم الف. قال لي يا دكتور الكربونتين دول اسمهم اسيتيك اسيد. انا خدت في سنه اولى ان الكربونتين اسمهم اسيتيك اسيد. وانا حطيت عليهم كو ايه؟ باسمي اسيتايل كو ايه. باسمي ايه؟ اسيتايل كو ايه. يبقى البيروفيت هيتحول لمركب اسمه يا دكتور ايه؟ اسيتايل كو ايه. هيتحول لمركب يا دكتور اسمه ايه؟ اسيتايل كو ايه. هيتحول يا دكتور لمركب اسمه ايه؟ اسيتايل كو اي بانزيم اسمه بيروفيت دي هيدروجينيز. يبقى البيروفيت دي هيدروجينيز هيشيل هيدروجين يحطها على ناد بقى اسمها ناد اتش، وهيشيل سي او 2 تطلع.
وهيضيف هو يا دكتور كو انزيم ايه. فلما يضيف كو انزيم ايه مكان الكربوكسيل بقى اسمي اسيتايل كو ايه. دكتور ده انت اول حصه قلت لنا ان اي اكل هينتهي لمركب وحيد اسمه اسيتايل كو ايه. يبقى انا كنت جلوكوز دخلت جلايكوليسيس وطلعت بايروفيت، هذا البايروفيت بانزيم اسمه بايروفيت دي هيدروجينيز. الانزيم ده موجود في الميتوكوندريا بيعمل عمليه اسمها اوكسيديتيف ديكربوكسيليشن، هيحول البايروفيت لاسيتايل كو ايه اللي هيدخل كريبس سايكل. يا اولاد مش احنا في اول حصه قلنا ان الاسيتايل كو ايه يدخل كريبس سايكل. هذا الانزيم لكي يعمل يحتاج الى انزيم يسمى بفيتامين يسمى بي 1. يبقى البايروفيت النهارده لو خد الانين، لو خد امينو بقى اسمه الانين، لو خد هيدروجين بقى اسمه لاكتيت، لو خد يا دكتورنا لو شلت منه سي او 2 انا بقى هنا هشيل منه سي او 2 بقى اسمه اسيتايل كو ايه، لو انا ضفت عليه سي او 2 بقى اسمه اوكزالو اسيتيت. خد بالك ان المصير ده وده اللي هو الكربوكسيليز والدي هيدروجينيز الاثنين الريفرسابل والاثنين في الميتوكوندري. انا مهم عندي جدا البايروفيت دي هيدروجينيز عشان كده هرسمه دلوقتي. ولكن في نقطة مهمة، البيروفيت دي هيدروجينيز تحويل البيروفيت لمين؟ أسيتايل كو إيه بمساعدة فيتامين مين؟ بي 1. إذا لم يوجد فيتامين بي 1 سيتراكم البيروفيت عشان مش عارف أحوله لأسيتايل ويتحول لاكتيت. إذا لم يوجد بي 1 سيتراكم البيروفيت ويتحول إلى لاكتيت ويحصل حالة اسمها لاكتيك أسيدوزس. عشان كده من أسباب اللاكتيك أسيدوزس deficiency of B1، ما هو نقص B1 هيعمل لي لاكتيك اسيدوزيس. انها الميتابوليزم منتهى الروعه منتهى الجمال. لحد هنا في مشكله؟ يبقى يا دكتورنا الفاضل ايه مصير البيروفيت؟ البيروفيت ممكن يا دكتورنا الفاضل ياخد هيدروجين وبقى اسمه لاكتيت، او ياخد امينو بقى اسمه الانين، او اشيل منه سي او 2 بقى اسيتايل كو ايه، او يا دكتورنا الفاضل اضيف عليه سي او 2 اصبح اوكزالو اسيتيت. التفاعل ده بيتم بانزيم اسمه بايروفيت دي هيدروجينيز. هذا الانزيم يوجد في الميتوكوندريا. هذا الانزيم يا دكتورنا الفاضل الريفرسال يحتاج لفيتامين بي 1، هتكلم عنه كلمتين وانهي الحصه. يبقى عشان ننهي الكلام يا دكتور، احنا اتفقنا ان الجلوكوز بيدخل بصوي اسمها جلايكوليسيس بتتم في السيتوبلازم عشان ينتهي باثنين بايروفيت. قلت لك يا دكتور في حاله وجود الاكسجين هذا البيروفيت هيكمل في السكة الايروبيك. بقى ايه اللي هيحصل للبيروفيت؟ البيروفيت هيدخل من السيتوبلازم من الميتوكوندريا، هيدخل من السيتوبلازم للميتوكوندريا. وعند هنا هنقف وقفة لازم اقولها لك. اي بصوي اسألك ليه الجلايكوليسيس بتحصل في السيتوبلازم؟ عشان انزيماتها موجودة في السيتوبلازم، ربنا خلي الانزيم في السيتوبلازم فلازم البصوي تحصل في السيتوبلازم. ثم هذا البيروفيت انا محتاج استخدمه، فالانزيم اللي اسمه بايروفيت دي هيدروجينيز دوت مش موجود الا في الميتوكوندري. عشان كده البايروفيت ترانسبورت فروم سيتوبلازم تو ميتوكوندري. جوه الميتوكوندري يا دكتور هيشتغل عليه انزيم اسمه بايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس. الانزيم ده بيعمل ايه؟ احنا لسه قايلين حالا هيشيل هيدروجين من البايروفيت يحطها على جزيء ناد اصبحت الناد ناد اتش، وهيشيل سي او 2 من البيروفيت يرميها يا دكتور في صوره سي او 2. فالجزء الباقي من البيروفيت هيكون بالشكل ده سي اتش 3 سي دبل بوند او وفي مكان فاضي. احط ايه في المكان الفاضي؟ قال لي بدخل مساعد انزيم اللي اسمه كو انزيم ايه او كو اتش. ده مساعد انزيم جاي من فيتامين هناخده اسمه بي 5. احنا الفيتامين ده اخر شابتر هناخده، هنبدا نجمع بقى الفيتامينات اللي في المنهج. هقول لك يا دكتور ان انا بحط الكو ايه هنا، فانا النهارده بقى اسمي اسيتايل كو ايه. يبقى البيروفيت بالبيروفيت دي هيدروجينيز هيتحول لمركب اسمه اسيتايل كو ايه. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا هشيل منه هيدروجين على ناد بقى اسمها ناد اتش. لحد هنا في مشكله؟ وهضيف يا دكتورنا الفاضل من عندي حاجه اسمها كو انزيم ايه جايه من مساعد انزيم الف اللي هو كو اتش. يبقى اللي حصل ان انا شلت منه هيدروجين على ناد بقى اسمها ناد اتش وضفت كو انزيم ايه ورميت سي او 2.
التفاعل ده يا دكتور اسمه اوكسيديتيف، عشان انا عملت اوكسيديشن، ازاله هيدروجين، ما انا شلت هيدروجين اهو، شلت منه هيدروجين، فاسمه اوكسيديتيف. ديكربوكسيليشن، ديليت لكربوكسيل، يبقى انا شلت منه هيدروجين فاسمه اوكسيديتيف، وشلت منه سي او 2 بقى اسمه اوكسيديتيف دي كربوكسيليشن. هذا التفاعل زي ما حضرتك شايف كده irreversible. يعني ايه irreversible؟ يعني البيروفيت تتحول لاسيتايل كو اي، ولا يمكن ان يعود الاسيتايل كو اي لبيروفيت مره اخرى. طيب هذا التفاعل يا دكتور انت بتقول لي يحصل في الايروبيك، يعني في وجود الطاقه، يبقى ستيمولي بيحصل في الايروبيك عشان اطلع طاقه، يبقى ستيمولييتد باي لو انرجي ستيت. لو انا ما عنديش طاقه يبقى هخلي البيروفيت تتحول لاسيتايل كوي عشان اسيتايل كوي تطلع طاقه. انا عايز الاسيتايل كوي تطلع طاقه اللي هتدخل كريبسي دي اللي هناخدها الحصه الجايه، يبقى انا محتاج الاسيتايل كوي تطلع طاقه لو انا لو انرجي ستيت. طب لو انا هاي انرجي ستيت، لو انا عندي طاقه يبقى هوقف التفاعل، يبقى التفاعل ده بنشطه لو مفيش طاقه عشان هو بيطلع طاقه، وبوقفه لو انا عندي طاقه، يبقى انهبيتد باي لو انرجي ستيت. هذا الانزيم اللي اسمه بايروفيت دي هيدروجينيز يوجد في الميتوكوندريا، اير ريفرسبل، ستيمولييتد باي لو انرجي، انهبيتد باي هاي انرجي. محتاج كام كو انزيم؟ 5 كو انزيم. يعني ايه كو انزيم؟ عوامل حفازه. قال لي يا دكتور بص بقى على الرسم، بص كده على الرسمه، هو محتاج كواش، وهذا الكواش جاي من فيتامين اسمه بي 5، فيتامين بي 5 اللي اسمه بي 5، ومحتاج ند زي ما انت شايف، هذا الند جاي من فيتامين اسمه بي 3، ولسه من شويه قايل لك انه محتاج فيتامين بي 1، والسهم بتاعها ليه حاجه اسمها فاد، هذا الفاد جاي من فيتامين بي 2، والسهم بتاعها ليه لايبويك اسيد. تاني الانزيم عشان يشتغل محتاج 5 كو انزيم، ناد وفاد ولايبويك اسيد، ناد وفاد ولايبويك اسيد وكواش وبي 1. تاني الانزيم عشان يشتغل محتاج ناد، والناد جاي من بي 3، وفاد والفاد جاي من بي 2، ولايبويك اسيد وكواش جاي من بي 5. قال لك يا دكتور فيتامين بي 1 ده اسمه الحقيقي سايامين، اسمه الحقيقي سايامين. السايمين ده بضيف عليه بايروفوسفات، يعني 2 فوسفات، بقى اسمه تي بي بي. يبقى فيتامين بي 1 اسمه الثاني تي بي بي، تي بي بي، تي يعني سايمين عليه 2 فوسفات اللي هو بايروفوسفات. تاني يا دكتور تاني بقى الانزيم ده عشان يشتغل محتاج ناد وفاد وتي بي بي وكواش ولايبويك اسيد. ناد اللي هو بي 3، فاد اللي هو بي 2، تي بي بي اللي هو بي 1، كواش اللي هو بي 5، لايبويك اسيد فيتامين بي عادي. يبقى الانزيم ده عشان يشتغل محتاج ناد وفاد وتي بي بي وكواش ولايبويك اسيد. الانزيم ده عشان يشتغل محتاج ناد وفاد وتي بي بي وكواش ولايبويك اسيد، ناد وفاد وتي بي بي وكواش ولايبويك اسيد. يبقى انا النهارده الجلوكوز دخل الجلايكوليسيس اداني بايروفيت، هذا البايروفيت دخل الميتوكوندريا بانزيم اسمه بايروفيت دي هيدروجينيز، اصبح اسيتايل كو اي. الاسيتايل كوي هتدخل كريبس، وده موضوع حصتنا الجايه ان شاء الله في مسلسل الميتابوليزم اللي بداناه، هتكون حصه ممتعه جدا جدا جدا. الناس تقفل المذكره وافتح مع بعض المذكره. لو فتحنا المذكره مع بعض يا دكتور بدانا النهارده موضوع اسمه ريجوليشن للبي اف كي 1. اتفقنا اول حاجه باي انرجي ليفل، عندي علاقه عكسيه، لو زاد الاي تي بي بيوقف البي اف كي 1، ولو في اي ام بي بيقلل الاي تي بي وبالتبعيه بيزود البي اف كي 1. الفيدنج طبعا لو انا ويل فيد ستيت لسه واكل كويس، عندي جلوكوز كتير وبزود الجلايكوليز اقلل الجلوكونيوجينيسيس في الليفر. طب لو انا صايم انا ما عنديش جلوكوز اكسره يبقى اقلل الجلايكوليز وبزود الجلوكونيوجينيسيس. هرمونات الانسولين طبعا بيزود كل الكي انزايم بما فيهم البي اف كي 1، بينما جلوكاجون بيعمل لها عمليه اسمها ايه انهبيشن. تمام، يبقى البي اف كي 1 بيحصل له ستيميليتد بنقص الاي تي بي او زياده الاي ام بي يعني بالانسولين بالفيدنج، بينما بيحصل له انهبيشن باي اي تي بي بجلوكاجون بحاجه اسمها ستارفيشن. طبعا الفلورايد يا اولاد بيعمل انهبيشن للانوليز وبالتبعيه بيوقف جلايكوليسيس، فعشان كده وين تيكينج بلاد فور جلوكوز استيميشن عشان يقيس السكر فلورايد بحطه في الانبوبه بتاعتي.
والعلم على فكره بيحطوها برضو على الميه في بعض الدول عشان خاطر الفلورايد لما يتحط على الميه بيوقف الجلايكوليسيس اللي البكتيريا بتعملها في الفم. يعني البكتيريا النهارده بتعمل عمليه جلايكوليسيس وتطلع لاكتيك اسيد، واللاكتيك اسيد بيمسك على السنان يعمل تسوس السنان، فانا احط في الميه فلورايد فيوقف الانوليز اللي في البكتيريا، او في معجون السنان بيكون عليه فلورايد عشان يوقف الانوليز اللي موجود في البكتيريا، فالبكتيريا ما تطلعش يا دكتورنا الفاضل لاكتيك اسيد، تنفس لا هوائي. طيب الكولي سايكل طبعا يا اولاد قلنا القصه كلها ان اللاكتيك اسيد اللي طالع من عمليه الانيروبيك جلايكوليسيس في المصل والار بي سيز بيتحول لجلوكوز تاني ازاي؟ اللاكتيك اسيد بيطلع يا دكتورنا الفاضل ولو اتراكم في المصل يعمل مصل فاتيج وكرام، فعشان نمنع الاكيوميشن بتاعه بيطلع ديفيوز انتو ذا بلاد، ومن البلاد يروح للليفر، في الليفر باخده واحوله لبايروفيت مره تانيه اوكسيدايز، لان يا دكتور اللاكتيك اسيد بشيل منه هيدروجين فبيتحول لبايروفيت، والبايروفيت بيدخل بعد كده جلوكونيوجينيس، الجلوكونيوجينيس بتطلع جلوكوز يطلع للدم ومنها للمصل، يبقى المصل بيدخل فيها جلوكوز يطلع بايروفيت، البايروفيت يتحول لاكتيك اسيد، اللاكتيك اسيد يطلع من المصل للدم، ومن الدم يروح للليفر، وفي الليفر يا ولاد اخد اللاكتيك اسيد اركبه بايروفيت وابني منه جلوكوز في درس اسمه جلوكونيوجينيس اللي بناخده ان شاء الله. قال يا دكتور اللاكتيك اسيدوز هي عباره عن ايه؟ زياده اللاكتيك اسيد. لو انت في الدم زاد اللاكتيك اسيد امتى؟ لما السيركيوليشن تقل. يعني ايه السيركيوليشن تقل يا دكتور؟ اي حاجه بتقلل وصول الاكسجين للخلايا، فالخلايا بتبدا تتنفس تنفس لا هوائي، فبالتالي تطلع لاكتيك اسيد، يا مايكارديال انفاركشن، بالمونري امبوليس، عضله القلب مش قادره تضخ، او في جلطه في الرئه، او هيمورج نزيف بفقد دم بما فيه اكسجين، او تشوك حصل عندي نقص دم سبلاي للخلايا، بالتبعيه كل الحالات دي يا دكتور بيقل فيها كميه الايه؟ اكسجين، او نقص الثايامين اللي هو البي تي بي بي اللي هو فيتامين بي 1 اللي هو كان مهم عشان البايرفيت يتحول لاستايل كوي، فالبايرفيت هيتراكم يتحول كل لاكتيك اسيد. حتى بمناسبه نقص الاكسجين لو جه قال لك عيان في الحالات دي، او عيان في شوك، او عيان في العنايه وخدت له عينه الدم، هتلاقي البي اتش بتاعته قليل عشان لاكتيك اسيدوز، عشان لاكتيك عنده بيكون ايه؟ بيكون عالي. لو واحد بيلعب رياضه كتير هتلاقي برضه معرض لاكتيك اسيدوز، لاكتيك عنده في الدم هيكون ايه؟ عالي وقت الاكسرسايز. طبعا يا دكتور ايه مصائر البايروفيت؟ البايروفيت بيحصل له اكسيد اللي فيها بشيل منه هيدروجين دي كربوكسيل، بشيل منه سي او 2، بنزيم بايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس، خطوه ريفرسبل بتحصل في الميتوكوندريا، وحول البايروفيت لاستايل كو اي، استايل كو اي يدخل كريبس سايكل، وفي نفس الوقت ببني منه فاتي اسيد وببني منه كوليسترول. كربوكسيليشن البايروفيت بيتحول لحاجه اسمها اوكزالو اسيتيت، بنزيم بايروفيت كربوكسيليز، عشان الاوكزالو اسيتيت دوت يا اما يبقى هو البرايمر بتاع كريبس، يا اما ابني منه جلوكوز جلوكونيوجينيز. ترانس امينيشن البايروفيت يا دكتور بمساعده فيتامين بي ال بي اللي هو فيتامين 6، بياخد امين جروب من الجلوتاميك، فالبايروفيت بيتحول لحاجه اسمها الانين، واضح كده؟ يتحول لحاجه اسمها الانين اللي هو حمض امين. طيب قال يا دكتور اوكسيديتي اوكسيديشن اوف بايروفيت الاستر كله الاوكسيديف دي كربوكسيليشن، ده خطوه ريفرسبل، هي حلقه بين الجلايكوليسيتريك اسيد، لان الجلايكوليز بتطلع بايروفيت، باخد بايروفيت احول الاستر كله ادخله كريبس. تمام، البايروفيت بيتكون في السيتوبلازم، بيدخل جوه الميتوكوندريا بسمبورتر، بيدخل البايروفيت والهيدروجين جوه الميتوكوندريا، البايروفيت بيحصل له اوكسيديف دي كربوكسيليشن، يطلع اسيتايل كو اي بانزيمات مالتي انزيم، الانزيم ده عباره عن ثلاث انزيمات شغالين مع بعض اسمهم على بعض بايروفيت دي هيدروجينيز. طيب قال لي الانزيم ده يا ولاد وظيفته بعد الاكل انه يحول البايروفيت لاستايل كوي، يبقى بالتبعيه بعد الاكل يبقى ستيميوليتد باي ايه؟ ستيميوليتد باي لو انرجي بوتنشال، اما الطاقه عندي قليله، او يا دكتور هاي فيدنج، او انسولين، وانهبيتد باي مين؟ هاي انرجي، لو انا عندي طاقه كتيره عندي كريبس سايكل هتوقف الخطوات دي. طبعا بيحتاج خمسه كو انزيم، سايمن وناد وفاد وتي بي بي وكواش ولايبويك اسيد. السايمن يا ولاد ده اللي هو ايه؟ سايمن بايروفوسفات او سايمن دايفوسفات اللي هو فيتامين بي 1، والفاد اللي هو رايبوفلافين فيتامين بي 2، والناد اللي هو نايسن فيتامين بي 3، واللايبويك اسيد يا دكتور فيتامين بي، والكوايا اللي هو مانتوسينيك اسيد اللي هو فيتامين بي 5. هما ثلاث انزيمات بيشتغلوا مع بعض، الاولاني بيشيل السي او 2، والتاني يا دكتور بيني الاستايل على الكواش، والتالت بيكون الناد اتش، فاختصارا سميتهم مع بعض بايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس. كده خلصنا المذكره بتاعتنا، ان شاء الله اول الاسبوع ممكن كده خلصنا برضو المحاضرات اللي نزلت، ان شاء الله اول الاسبوع ممكن نبدا مع بعض كريبس سايكل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.